هذه دابا واحد العام و عام و 8 شهور كنت كرت السياره لشي اشخاص جاو عليا عندي البيرو كرت السياره بالعقد بيرمي بلا كارت يعني كراء قانوني. هي هذيك حتى اتصلوا بيا السلطات تاع مدينه الرباط اتصلوا بيا قالوا لي واش انت هو الممثل ديال الشركه؟ قلت لهم اه. قالوا لي راه الطوموبيل ديالك راه عندنا راه انا شدينا فيها شي اقرص سموه لويسه يعني الناس اللي كريت لهم الطوموبيل هزوا بها اقرص سموه لويسه مدينه وجده كانوا دينها لمدينه سالا. قلت لهم هادي قال لك خصك تجي ضروري. قلت لهم واه نجي. من مشيت تمايا درت محضر على اساس انا هو الممثل القانوني للشركه ديت ستاتير ريجست كوميرس الكاشي درت الاقوال ديالي على اساس انا صافي غادي يردوا لي الطوموبيل ديالي. هي هذيك قالوا لي الطوموبيل راها مشات عند الوكيل يعني مشات للمحكمه ما بقاتش عند في يد البوليس. قالوا لي خصك دير طلب للمحكمه. درت الطلب للمحكمه على اساس باش يردوا لي الطوموبيل ديالي. من درت الطلب رفضوا لي الطلب. هي هذيك على اساس انا في مدينه وجده اضطريت ندير محامي باش على اساس هو هنا في الرباط هو اللي يقوم نيابه عني. هي هذيك دار الاجراءات داك الشيء دار الطلب في الحكم الابتدائي لحقاش داك السياره دايرينها مع الاحكام ديال داك الناس يعني دخلوها في نفس الجلسه يعني المحامي طلب باسترجاع السياره كيردوا عليه على اساس رفض الطلب يعني علاش غادي يرفضوا هذا الطلب. هي هذيك استنينا حتى الحكم الاستنافي باش نستنفنا على الحكم. من استنفنا على الحكم دايرين اللي تمايا بلا كيأيدوا الحكم الابتدائي يعني بقات في نفس يعني المحجوز يعني حجوها خزينه الدوله. هذه دابا راه عام و 8 شهور درت النقد ما خليت فين ما درت الطوموبيل راه دابا باقي في الفوريان هنا في مدينه الرباط. وانا دابا كنطلب يعني السلطات باش يرجعوا لي السياره ديالي راني يعني الشاري وجات في الوقيته ديال كورونا يعني كانوا خرجها جديده يعني كنا في الازمه وزادوا داو لي السياره يعني راني تضريت والطوموبيل يلاه جديده 14 مليون باش خارجه وكنخلص لي تخيط ويعني بزاف ديال يعني الامور يعني السياره محجوزه راه كتخلص في الاسواق ما خدامه. واه اضطريت انا كملت الخلاص وهي راه باقيه في المخفر البلدي على اساس انا غادي يردوا لي الطوموبيل انها مشدوده انت كتخلص اييه كنخلص لي تخيط تخرج لها داك المال لوفي وهي راه باقيه دابا هاد الحاله ديال طب الحال ماشي ديالك بوحدك عدد ديال الناس هي عدد علاش انا ديال القانون اللي يحميني ديال القانون اللي يحميني ساعه ما كانش الحمايه ما كانش يعني انا داك السيد يهز فيها كاع انا غير دور في الدوره ما عرفش شنو غادي يدير بالطوموبيل انا غير دور في الدوره ما عرفش شنو غادي يدير بالطوموبيل يعني كطالبوا انه ها يعني كطالبوا انه انتم ما كتحملوش مسؤوليه ديال السير الجولان ولا شنو كيعمل به حنا ما عندناش دخل واش تجيب له الحسن السيره تقول له باش انا واش غادي نعرف هذا السيد انا جاني السيد الحسن بصوره حسنه يعني انسان يعني كما متاخ الطبقه التاليه راه اي حاجه أيه. تعرفها الا راسك أيه. ما تقدرش دابا هي علاش يحجوا لي السياره ديالي دابا راني في عام و 8 شهور الظلم راني حسيت بالظلم حسيت بالقهر ما عرفتش فين نمشي ما عرفتش فين نمشي دابا راني في واحد الوضعيه كما يقولوا واحد الوضعيه ديال كورونا راك شفت شحال وحنا جالسين وزاد عاوتاني كاين هذا فهمت يعني راني مضرور ها ولا سوليزاسيون كانت قطعه لها التوريست اه